يا رب، يا من تكلم يا رب، يا رب بصوا يا رب. هو مين مع مين؟ هو مين مع مين يا جماعة؟ هو مين؟ ينادى يا ليلى سودا، في ايه يا عم؟ في ايه يابا؟ ليلى انت قاعد ترغي هنا والتصوير باظ بره. ابو براء ينادى ابو حيطر. هو مين مع مين؟ انا عايز افهم. ابو براء ينادى ابو حيطر. الراجل اللي كان هيموتني خد طلقه في دماغه ومات على كتفي يا عيني. اسكت بقى. ابو براء ينادى ابو حيطر. ابو ارمط ينادي ابو امك. في ايه؟ انت ايه اللي جابكوا هنا؟ يكون في علمك كل واحد هيموت من عندنا، قدامه 10 هيموتوا من عندكم. عندنا اللي هو جبهة النصرة يعني؟ ايوه. احنا جبهة النصرة يعني. هو مش جبهة النصرة ديت مسلمين وبتوع ربنا؟ ايوه. وانتوا برضو داعش ومسلمين وبتوع ربنا؟ الحمد لله. طب هما ازاي بتوع ربنا بيضربوا في بتوع ربنا، ودول بيموتوا بعض يقول الله اكبر، وده بيموت يقول الله؟ انا مش فاهمكم، انا مش فاهم اي حاجة. وسايبين الدنيا كلها وجايين تصفوا حساباتكم عندنا في مصر؟ ايه، ارض محايدة يعني؟ مصر دي سنغزوها عن قريب ان شاء الله. ستغزوها؟ ما انتوا غزتوها خلاص. هو ايه مصر ومرسى مطروح؟ ما مرسى مطروح هي مصر يعني. مرسى مطروح ايه؟ احنا هنا في ليبيا. ايوه يا عم، بس لما نروح هناك ليبيا مين؟ الدولة الإسلامية في ليبيا. يعني احنا هنا في ليبيا؟ ايوه في ليبيا. اللي هي عاصمتها طرابلس؟ ايوه اللي عاصمتها طرابلس. يعني احنا مش في احنا صلي على رسول الله. ويز هاري، شو عم تفكر يا أيهم؟ أيهم، لو اللي نسمعه عن هجوم جبهة النصرة صح، معناها شلون حيكون مصيرنا؟ هن اللي بسوريا نفسهم اللي هون، ما بيفرقوا شيء نهائيا. بس خليه على الله، ربك يستر بس يا أيهم. على الله إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ما انتوا يابا عندكم ناس كتير اهو، يعني اشمعنى جت على ام انا وعايزين تعدموني؟ مش فاهم انا يعني. يا دفعة، يا دفعة، حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خش جوا. ليش واقف جنب الباب؟ معلش، اصل انا نازل قريب. وليش لابس هيك؟ هيعدموك؟ والله انا ما فاهم حاجة. اصل بتوع داعش مفكرني تبع جبهة النصرة، وجبهة النصرة مفكرني تبع احرار ليبيا، واحرار ليبيا مفكرني تبع انصار الشريعة، وانصار الشريعة مفكرني تبع القاعدة، وانا متلخبط مع اني بشجع وادي دجلة. ايهم احسن. اسمك احسن؟ يعني انت اللي اسمك ايهم؟ انا اسمي ايهم. والله انا فكرت النيك نيم بتاعك، فقلت اخش عليك بالنيك نيم بتاعي، يبقى نيك نيم قصاد نيك نيم. معلش احنا بنتكلم يعني. انت شنو اسمك؟ انا اسمي القرموطي من مصر. مصر؟ ايوه. انت من مصر؟ ايوه. مصر؟ لا يكون عايز فلوس من حد مصري، انا مش هدفع حاجه لحد يا عم الحاج، بقولها لك اهو من دلوقتي، عشان انا جاي حاجه مطلوبه. مصر الابيه، مصر العظيمه العريقه اللي حطمت مخطط الامريكان والصهاينه. الله يحرس مصر واهل مصر، ويحفظ ليبيا واهل ليبيا، ويحفظ الوطن العربي كله. قادر يا كريم. امين يا رب. امين يا رب، عشان ربنا ايه ده؟ انا مؤاخذه مش واخد بالي. هم انا مؤاخذه بيعلموكوا الاول محو الاميه قبل ما يعدموكم ولا ايه؟ مش فاهم انا. لا، هذا بالاساس كان فصل للدراسه. كل هالمبنى كان مدرسه بالاساس. مدرسه؟ يعني حولوا المدارس لمعتقلات؟ يا حول الله. يعني المدارس بدل ما الناس تتعلم فيها بقت المدارس عشان الناس تتعلم عليها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اوعى حد يمد ايده. وكيف بتتركوا لهم المكان؟ هنعمل ايه؟ تجهيزاتهم واعدادهم اكبر مننا طبعا، ما هو تمويلهم بيزيد كل يوم. طب انا ممكن اسال جنابك عن سبب وقف قرار اعدام الاسير؟ وين السمع والطاعه يا شيخ سماحه؟ يا مولانا، السمع والطاعه انا نفذته لما انصعت الاوامر سعادتك، بس انا بسال عن السبب عشان استفيد من حكمه سعادتك وذكائك. في فكره بتخلي استخدامه اهم بكتير من اعدامه، والفكره دي قالها لك محمد مش كده؟ سماحة، أنا آسف، أنا أصلي بس شايف إن هو مستحوذ على اهتمام جنابك. شاب مخلص عنده أفكار كتيرة مفيدة، واضح إن راح يكون له مستقبل كتير واعد. أكيد. يا أهلا وسهلا، إيه اللي جابك هنا يا قرموطي؟ يا دي حكاية كبيرة قوي وطويلة، عايزة وقت عشان
لا ما تقوليش، اوعى تكون انت ميدو. انت ميدو؟ شفت ميدو؟ شفت اللي حصل لعمك القرموطي؟ خرقت بينا المركب ونرجس مش لاقيها، وجابوني هنا كانوا عايزين يعدموني بالحضن يا ميدو. ميدو ايه؟ انا اسمي هنا الشيخ محمد. انت طب مع مين فيهم بالظبط؟ انت مع جبهة النصرة ولا مع انصار الشريعة ولا مع فجر ليبيا ولا وادي دجلة؟ دجلة؟ ايه ده ايه ده، مالك يا محمد؟ في ايه؟ اللباس هيقع عيب كده. هو انت جار الشيخ محمد؟ جاره ده ايه؟ ده انا مربيه، ده انا مربيه على حجر من وهو عايز اوري لعمك الوحمه. ده ايه ده، انت هتقول ده ايه يا محمد؟ ما تقول له شيخ ميدو، قصدي يا شيخ محمد. ايوه طبعا هو اللي مربيني، ولما كبرت ورجعت طردني من البيت. فاكر وانت بتطردني لما قلت انك من الجيل الرابع من الكفار، ولا نسيت؟ استغفر الله العظيم، اذا انباح بكفره امام الناس. الله اكبر. اهدى شويه. الله اكبر. اهدى شويه. الله اكبر. في ايه يا عم؟ اهدى. انا قلت لك كده بتتبلى عليا قدام جناب الامير؟ انا قلت لك احنا، انا هو اسمعها غلط، انا بقول له انا من الجيل الرابع من التكفيريين. لا ده انا بكفر الناس من وانا صغير. انت هتتبلى عليا يا محمد؟ طب اقول له لما كنت بتخش عليا زمان في القهوه وانا قاعد بسمع عبد الوهاب، كنت بسمع اغنيه ايه لعبد الوهاب؟ بكفر في اللي ناسيني وبنسى اللي مكفرني. اساله اساله. شكلك ما بتؤمن بافكارنا. ليه ما بنؤمنش؟ شكلي ما ده انا في التطرف على ابويا. لا تقول تطرف يا ازهر. ازهر؟ لا هي وصلت لازهر خلاص، مفيش تطرف. بس انا يعني ما بقولش حاجه. ماله التطرف؟ وحش التطرف؟ انا مش عايز اكلمك بس عشان ما فتحش عينين الواد. انا متطرف قديم، انا من ايام اسامه. هم سيادتك قالوا لنا ان احنا نتابع هنا في القسم. ايوه فعلا، في اشاره وصلت من مديريه مطروح وغفر السواحل مسحوا المنطقه باللانشات يعني. ومفيش اي اثر ليهم. يا حبيبتي يا اختي يا صغننه، انت ميته ونفسها تاكل سمك. او زمان السمك كلا. لا مؤاخذه سعاده الباشا، معلش يعني مفيش امل خالص. لو في حاجه هنبلغكم. من وين تعرف الشيخ اسامه؟ ياه انت هترجعني فلاش باخ بقى من 20 سنه فاتت. انا كنت في افغانستان من 20 سنه وكنا قاعدين شله واحده في كهف واحد مع بعض، انا وهو والشيخ الزرقاوي والظواهري. الله يرحمه. مين الله يرحمه؟ الشيخ اسامه. شوف الكلام، مفكر الشيخ اسامه مات. الشيخ اسامه ما ماتش، الشيخ اسامه حي يرزق. وين؟ عندي في البيت. اول ما هرب من افغانستان جه عندي في البيت، رحت واخد له شقه ورفرنا حبيب في الدراسه كده، وعامل له فرشه برتقان كده عشان ناكل عيش. بيني وبينك الارهاب دلوقتي ما بقاش ياكل عيش زي زمان خلاص، الدنيا باظت، مفيش حاجه دلوقتي، كله نازل الاب، مفيش حاجه طالعه داون خالص دلوقتي. فين زمن الارهاب الجميل؟ فين؟ اقول لك ايه يا جناب الامير، ما تصدقوش ده والعبان. والعبان؟ ايه الكلمه القديمه دي؟ دي تمنيناوي قوي يا عم. بفكر اعطيله فرصه. اديني فرصه، اديني محاوله جديده، اديني حنان من اللي انا مش حاسه بقالي زمان. انا رايي ان احنا نعدمه ونخلص. ما تقول كلمه حلوه يا عمنا. اعدام ايه؟ ما تزعلش منا جناب الامير، انا حاسس ان الشيخ سماحه كلمته ماشيه على جنابك. شو كلمته؟ ما هو ما انت شايف بيقول ايه، كلمته ماشيه عليك. سكرت امك يا سماحه. لا يا ريت يعني شخطه اكتر من كده شويه. شو عم بتقول يا ازهر؟ سماحه كلمته اهم من كلمتي. ما انت سامع عمال يقول اعدمه، وانت شكلك كده موافق وعايز تعدمني. ما في حدا راح ينعدم. بس اي حد معدي يسمع الجملتين دول يقول ان جناب الامير كلمته ماشيه على سماحه. معلش احنا بنتكلم، ده الكلام المظبوط. طب يا جناب الامير، احنا هنعمل ايه دلوقتي مع القرموطي؟ ننقله من زنزانة الأسرى لمعسكر المجاهدين. يا حبيبي يا مروقني يا مدلعني، أنا عايز أروح معسكر الجاهدين. بعيد عن هنا؟ الله أكبر! 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 ده اتجاه واحد. يلا هيتخمش عكس الاتجاه تحت امرك، بس ارمط رخصه درجه اولى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ال
الواد اللي في النص نط احسن واحد فيهم، نطيت حلو يعني. انت ايه اللي موافق هنا؟ اتفضل نط. نط فين؟ في النار. ليه؟ على اساس جايب لحسن الحلو لا مؤاخذه يعني؟ يلا ما ضيعش وقت. لا ماليش في النار، انا 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 هلعب على السلم. هتلاقي قرد بيتنطط على السلم، في السلم انا قرد. يلا انا هجري على السلم، انا هجري على السلم، انا شغال على السلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد أن اجتمع أهل العقد والحل في دولتنا الإسلامية الجديدة، سوف نحطم كل الحدود التي حددها الاستعمار ليدخل على المسلمين بالحصار. ونحن بهذه الانعطافة سوف نسعد شعوبنا بعنان الخلافة التي سوف يكون مهدها من هنا لنغزو مصر إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. شكلك حكاية الجهاد دي فيها لقمة عيش حلوة إن شاء الله، وكلنا هنرزق وربنا هيكرمنا. بس خمسة كده عشان أعرف أركز عشان مش شايف. لا زي ما أنت تاني عشان أعرف أركز. بسم الله الرحمن الرحيم. خمسة بقى كده علشان لا مؤاخذة نلحق نكتب عملية فحيح الأفاعي. ما في داعي للكتابة. ما فيش داعي، ارجع مكانك. قبل ما نبدأ شرح عملية فحيح الأفاعي، بدي كل واحد يعرف نفسه. أبو كعكا سويدي من ستوكهولم. أبو السمراء البلجيكي بروكسل. أبو سويمان نمساوي فيينا. أبو سويدا النرويجي أصله. أبو مصعب القرموطي القاهرة دار السلام. ما تعرفناش بحضرتك، أبو مين؟ أبو إيرلي الأسمدة؟ هذا أبو أوليفر من لندن. لندن؟ لندن أحسن ناس. أهلا وسهلا، أنتوا أساس اللعبة والمنطقة إنجليز يعني. يا أهلا بك. أنت دخلت الإسلام بقالك قد إيه؟ أنا الحمد لله دخلت الإسلام قريبا. قريبا كومينج سون يعني. أهلا وسهلا. وأسلمت بقالك قد إيه؟ سنين شهر. يعني أسلمت من شهرين، وأول ما دخلت دخلت كده على الجهاد على طول؟ يعني ما فيش سنتين صلاة سنتين صوم تاخد أوليفر وأم أوليفر وتروحوا تعملوا عمرة مولد النبي؟ اشتغلونا انتوا ولا ايه؟ والله العظيم تلعب. اهلا وسهلا، منور. ما شاء الله عليك. انا عندي احساس، وانا احساسي دايما على صواب، انك ابتديت تقتنع بفكرتنا يا ابو مصعب. فين ابو مصعب ده؟ انت ابو مصعب. ابو مصعب. انا ابو مصعب القرموطي. معلش، انا عرفت انك مجاهد كبير لاختيارك لهذا الاسم. الحمد لله. شو رايك بفكرتنا اللي هي دولة الخلافة الإسلامية لإعلاء كلمة الله على الأرض وظهر الكافرين للقضاء على المجتمع الجاهلي؟ شو رأيك بفكرتنا؟ في إيه؟ عدم المؤاخذة. شو رأيك في دولة الخلافة الإسلامية أبو مصعب؟ لقمة عيش حلوة إن شاء الله، ربنا يخبز لنا فيها لقمة طرية ويبارك لنا فيها ونعمل اسم فيها إن شاء الله. أنا قلبي حاسس إن الليلة دي. شو عم بتقولوا عرموتي؟ شو لقمة عيش؟ لا تزعلني منك، هيدا جهاد، والجهاد لا يقدر بملايين. يقول الله في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. دي آخر آية في سورة العنكبوت. ما شاء الله عليك يا أرموطي، أنت حافظ القرآن؟ يا راجل حافظ القرآن ده، أنا من وأنا عيل صغير في الكتاب. أفتكر أنت ما توعاش على الكتابة مولانا، شكلك كده مواليد التسعينات كده. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، انت لساك حافظ اسماء الصور بالايات بالارقام. الحمد لله، ما بيقولك التعليم في الصغر زي النقش على الحجر بالظبط. وبعدين الحمد لله كل سنه بختم القران 3 مرات في رمضان. الحمد لله. شفت يا محمد، نظرتي في الناس ما بتخيب بنوب انه راح يصير مجاهد من المجاهدين اللي راح ينكتب اسمهم في لوحه المجاهدين العظماء اللي هي كلهم السبب في انشاء دوله الخلافه. من هون وجاي بحقلك عيط لك. مالك؟ مالك بس يا عم مربوط؟ بعيط معاه مساهمة مني. لا مساهمة ايه؟ يعيط لك يعني بينادي لك؟ ها؟ بيعيط يعني بينادي؟ عيط يا مولانا. بعيط لك بالشيخ أبو مصعب القرموطي. يا بختك يا عم قرموطي، مش أي حد بينول المكانة دي عند مولانا، بعيط لك بنفسه. والله. طب بمناسبة قعدة العياط دي اللي احنا هنعيط فيها كلنا إن شاء الله، أنا معلش يا مولانا سامحني. كان ليا وجهة نظر في حكاية دولة الخلافة دي. يا محمد في ايه؟ الله بتزقني ليه الزقة دي؟